السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وكل اللي احنا بنطلبه من حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد موصول بما قبله في مسألة الجاكيت الكروازيه. فيديو جديد ومهارة جديدة، وقناتكم سان ستايل فاشن، والمهندس احمد شمس الدين يحييكم اخواتي واخواتي، ابنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، الاعجاب بالفيديو فضلا لا امرا اذا كنت عايز اجر على الكلام دوت. ليه؟ لان عشان نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه. طبعا انا حاطط قلت وقفنا الفيديو اللي فات بعد ما لزقنا وظبطنا مكان الكلام ده كله، والظهر خلصناه وتخيط تمام. دوت بقى هنعمل ايه؟ المصرة. ايه هي المصرة؟ تاني اللي هو الجزء اللي بيقلب كده، اللي هي الريفير دوت، يقلب على بره. فين هو تاني؟ معلش معانا، انا معايا الجاكيت دوت اهو كده، ادي الجزء بتاع الايه، المصرة اللي انا بقول عليها ده، ايه اللي هي قلبت على بره، فهي موجودة جوه، فانا هعملها برضو هنا دوت. ايه؟ تخيل الشيء فرع عن تصوره. انت كده فاهمها هي ايه بالظبط، ولذلك انا بعملها قدام حضرتك. هقص على ده بالظبط، هقص على ده بالظبط. هتاخد معايا الحدود من هنا كده، واخده جزء من الكتف تمام، ونازله على الكلام ده، واللي هيكمل هنا هيكمل ايه؟ بطانه. اللي هيكمل ايه؟ البطانه بتاعتي. تمام يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي المفروض المصر هتاخد مني فين لفين، او هتاخد مني كده زي ما الريجه كده محطوطه بالظبط اهي، هتاخد مني الوضع ده كده بالظبط. يبقى انا هوصلها على ايه؟ على الوضع بتاع ايه؟ المارك اللي انا بعمله ده. تمام؟ نعمل ايه بقى؟ اروح مدبس حالي وحاطط كل حاجه معايا. ما ينفعش ان انا ايه؟ اشتغل كده وخلاص. ده ديت لازم تطلع كان ايه؟ كانها اسطمبه واحده وقصص الاثنين مع ايه؟ مع بعض. وقصص الاثنين مع بعض. اهو بص حضراتكم، قصيت ايه؟ المصره دي على دي بالظبط، وزياده القماشه وش بتاعها، ادي المصره بتاعتي اهي. ديت الحدود الخارجيه بتاعتها، الحدود الداخليه على الخط اللي احنا ايه؟ اللي احنا عاملينه هنا، ننقل الدبوس بتاعنا، نمشي خطوه خطوه زي ما احنا بنقول، مفيش حاجه هتبقى صعبه عليك. نمشي خطوه خطوه زي ما احنا بنقول، مفيش حاجه هتبقى صعب، ونفهم كل نقطه اتعملت ليه وكل نقطه اتقالت ليه. الكلام دوت صعب ان انت تلاقيه ماشي مع حد، ان هو يمشي معاك خطوه بخطوه لغايه ما يوقفك على الشكل النهائي للحاجه. بس احنا بنرجو الفضل والقبول من الله عز وجل، بنرجو الفضل والقبول من الله عز وجل. المصره ديت ممكن تتلزق وممكن ما تتلزقش. ليه؟ لان اللي تحتها ملزوق. بس لما تتلزق تديني غنى للحاجه، تديني غنى للحاجه. انا كده بعمل ايه؟ بحدد المصره، الحدود الداخليه للمصره بالظبط اهي كده. الحدود الخارجيه اتحددت، انا بحدد دخول. من هنا بقى هيركب ايه؟ البطانه بتاعتي. من هنا هتركب البطانه بتاعتي، فلازم اعمل المصره واظبطها الاول، وبعد كده اركب ايه؟ البطانه بتاعتي اهي كده. انا عرفت الحدود الداخليه ايه للمصره، هي ديت اللي موجوده ايه معايا كده. سايب قيمه الايه؟ الخياطه كده. ايه المصري؟ احدد وش وظهر، احدد ايه؟ وش وظهر كده اهو. وهنلزق بقى المصره ديت برضو بنفس الايه؟ بنفس البرلون. اوصلها برلون زيها بالظبط زي ما قصينا برلون للكلام دوت، وبعد كده الزقها تمام.
خلي بالك زي ما احنا ماشيين البرلون بالطول هيمشي معايا هنا برضو البرلون بالطول. يعني ايه ما ينفعش ان انا اروح عامل البرلون بالعرض كده، لا زي ما انا ماشي بالطول هيمشي معايا ايه بالطول برضو. على اساس ايه؟ ما يكشش معايا ولا يعمل اي حاجة. ادي البرلون اهو ماشي انا مع حضراتكم خطوة خطوة على اساس ايه نوصل ان شاء الله للهدف بتاعنا اللي احنا عايزين نشوف ايه الجاكيت دوت واقف على حيله كده ومتعلق على شماعة ازاي. تمام؟ اقص ايه برلون للمصرة دي بالظبط عليها. حاجه ايه عشان تبقى واضحه قدام حضراتكم اهو عليه بالظبط. وهلزق البرلون دوت زي ما ايه زي ما لزقنا البرلون بتاع الايه بتاع الجسم نفسه البرلون بتاع الجسم نفسه وهلزقه على المكوى ونتقابل على المكنة نفسها بعد ما نلزق البنصرة ديت عشان نبدأ نقفل. طيب بعد إذن حضراتكم احنا هنقف لغاية هنا على أساس ان الفيديو ما يطولش معانا ويبقى واقفين عند جزئية معينة مخلصين فيها جزء خاص بذاته على أساس ان احنا يبقى كده ان شاء الله رب العالمين نلتقي في الفيديو اللي جاي ونكمل عليه. وللعلم بس انا بحب انوه لحضراتكم عشان ما يبقاش فيه نوع من الخداع او حاجة ان الفيديوهات ديت او الفيديو دوت الفيديوهات اللي انا بقسمها دي كده بتبقى فيديوهات اصلا قديمة وكانت في القناة والناس بتجيني عليها اسئلة كتيرة جدا جدا في حين ان الامر موجود على القناة. فبالتالي عشان ابذل جهد واعمل فيديو جديد تمام دوت بيستغرق وقت وبياخد ايه مننا كتير فاحنا يعني ياريت ان احنا لو انتوا حضراتكم بتتعبوا نفسكم وتخشوا على الفيديو احنا انا مش هعمل كده تمام وهشوف حاجة جديدة. لكن بالفعل اقسم بجلال الله العلي العظيم ما بيعدي ساعة الا وبتيجي اسئلة على الفيديوهات القديمة كلها تمام فبضطر ان انا ارجع للفيديو ماشي وابدأ. يعني قبل كده كنت بعمله مثلا الفيديو كامل على بعضه تمام لا بدأت أقسمه وأخد منه أجزاء معينة. فأرجو أن أنتم ما تنسوناش من صالح الدعاء الدعاء بظهر الغيب. الإعجاب بالفيديو شرط أساسي مطلوب من حضراتكم. الاشتراك في القناة وتزويد الاشتراكات وجزاكم الله خيرا على ذلك. زي ما قلت الإعجاب بالفيديو زي ما قلت الاشتراك في الصفحات اللي هي في على الفيس والاشتراك في القناة البديلة الدال على الخير كفاعلي ده الأصل الأصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.